نحافظ على هذا المجتمع وعلى هذا البلد وعلى أمنه وعلى استقراره. ما بصير احنا نجي نخرب بهذا البلد ونسرق، ما بيجوز لا نسرقهم ولا نغشهم ابدا. انت عامل عقد وعهد مع هذه الدولة، مش عاجبتك الدولة يا حبيبي، في بتكلفك بس تكت الطيارة العملية وبتفل من البلد، ما تستلم في امان الله. مني ما شرط يعني اتاكد مش راح يتكمشوا فيك ودخيلك، والان كندا راح تخرب لانه انا فعلا من كندا. لا بتيجي اهل وسهلا بدك تفل، مع السلامه. هو هذا البلد الغربي او الاوروبي او الامريكي او الاسترالي بس. لازم نحفظ لهم هذه هذا الاحسان، لازم نحفظ لهم هذا الاحسان. ولا تعال يلا تعال نظبط حالنا ونفل، وتعال نعمل ضرب ونفل، وتعال ناخذ مش عارف شو نسوي هذا بالكارت مش عارف شو الكريدت كذا، يلا ونكسر ونفل ونشتري مسروقات ونسرق. لا لا كله غير جائز، كله غير جائز. واللي بيقول لك هذا جائز يقول له منين جبت هالكلام؟ بس يقول لك من مرجع، يقول له جيب لي ورقه من هذا المرجع، جيب لي الفتوى اللي بقول فيها المرجع، خليني اشوف. إذا كفر الإحسان أنا من الأمور التي الله سبحانه وتعالى يعجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخيرا فيما يتعلق بحساب الأخروي: لا يا ابن مسعود، لا تصغرن ذنبا ولا تحقرنه، واجتنب الكبائر، فإن العبد إذا نظر إلى ذنوبه يوم القيامة دمعت عيناه قيحا ودما. ويا اخواني رجع ما في هذا ون واي تيكت، تطلع ما بتنزل، رجع ما في ولا دقيقه ولا ثانيه، انتهى الامر. فهذه الذنوب اللي لها تاثير على العقل لما اذنب تنقص من عقلي وتنقص من ايماني وتاثر على حياتي الدنيويه وتاثر على حياتي الاخرويه. وهذا دعاء كمان نقراه في كل ليله جمعه عن هذه الذنوب التي عددناها. بعد الانسان كيف يمكن ان يذنب؟ ما الذي يجعل الانسان يسقط امام شيء ما فيقع بالمعصيه؟ انا اقول لك شيء بكل صراحه واسمحوا لي، نحن لا نعرف الله. هذه القصه، لا نعرف الله. اتاكد تماما اذا في عندك شارع ممنوع الدخول فيه وانت جاي بالسياره، وفي شرطي واقف بنص هذا الشارع او على جنب الشارع، وهو شايفك وانت شايف انه شايفك، بالله عليكم فيكم واحد بيدخل بهالطريق؟ نتجرأ ندخل بهالطريق؟ مستحيل، لاني اعرف انه موجود هذا الشرطي، واعرف انه يراني، واعرف انه يعمل لي تيكت ومخالف. هذه المعرفه هي اللي تؤدي الى ردعي عن مخالفة القانون. برأيك لو عرفنا الله مثل ما نعرف الشرطي لازم نعرفه أكثر، بس يا أخي أعرف الله كما تعرف هذا الشرطي، وأعرف أنه يراك، خفي الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه، لأني أكون أعمى القلب مثلا ما راح نراه بالعين. يقولون لأمير المؤمنين: كيف تعبد ربا لا تراه؟ قال: ويحك، أنا لا أعبد ربا لا أراه، ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله معه. كله خلق الله، كله يدل على وجود الله، كل ما أرى شيء أرى الله معه. ولذلك أنا أرتكب المعصية بكل جرأة وبكل وقاحة وبكل تحدي لله. في مشكلة بالموضوع، هل تعرف الله؟ هل تعرف أنه القادر الجبار القهار اللي يمكن الآن بلحظة أنت تعصب عينك تعمل تصير أعمل، تعصب لسانك تصير اخرس، تعصب يدك تشل يدك، تعرف الامر او لا؟ اذا ما كنت لا تدري فتلك مصيبه، وان كنت تدري فالمصيبه اعظم. هذه الايد اللي بدك تضرب وتظلم فيها ربما تشل، شو بتعمل؟ بنصير بعدين اذله، يا رب شافي لي ايدي. لما كنت بدك تظلم فيها مش بفكر فيها الله، لما انشلت اليد بنفكر بالله. هذه مشكله. المشكلة عندما نرتكب هذه الذنوب اللي عددها أمير المؤمنين عليه السلام في دعاء كمين، لما نرتكبها كلها هيك مع بعضها البعض وين بنصير؟ تعرف في ناس بيرتكبوها كلها وفي ناس بيرتكبوا أفظع منها.
أنت بتعرف أن هؤلاء قتلة الحسين عليه السلام أنهم ارتكبوا كل أنواع وأشنع أنواع الذنوب، وإلا كيف وصل هذا القلب اللي قلنا تسيطر عليها هذه النقطة السوداء؟ كيف وصل هذا القلب من القسوة أن يقتل مثلا شابا مثل القاسم؟ شاب 13 سنة خرج إليكم تقتلوه شر قتل، فيك تجيبه، فيك تربطه، فيك تعتقله، فيك تزل، فيك تصيح فيه، فيك ترجعه. لا، لن يرحموا، راح تجينا ليلة حتى الرضيع لم يرحموا عنه. خلاص صارت قلوب سوداء، قلوب سوداء نتيجة الذنب على الذنب على الذنب، انتهت على القلوب، صارت مثل ما تكلمنا في محاضرة سابقة قلوبهم ميتة، ماتت انتهت. بخلاف قلوب مدرسة أهل البيت وأبناء أهل البيت، قاسم هذا القلب طاهر، قاسم هذا القلب الذي عرف الله وعرف رسوله وعرف الحسين عليه السلام وعرف معنى أن يخرج ويقاتل بين يدي عمه الحسين في هذه السن، شاب 13 سنة يفكر بالموت، يفكر أن يذهب للشهادة، يفكر يذهب للقتال، ويرى آلاف معسكر من آلاف الجنود سيخرج لمواجهتها، لم يخاف. هذه المعرفة لله، ما يدخل الخوف إلى قلبه، لم يتراجع، لم يضعف، بل قال أريد أن أخرج يا عم. وتعرف أن الحسين عليه السلام عندما سقط القاسم قال له كيف وجدت الموت يا ابن أخي؟ قال والله يا عم أشهى من العسل. شوف هذا الفكر اللي يحمله القاسم، هذه المعرفة التي يحملها القاسم، هذا القلب الذي يحمله القاسم. علينا أن نتعلم من القاسم دروسا كبيرة وعظيمة وعبر كبيرة وعظيمة، أنه كيف في هذا السن المبكر استطاع أن يصل إلى فهم الحقيقة وإلى فهم الدين وإلى فهم الإمامة وإلى فهم الجهاد وإلى فهم القوة والصبر والتحمل والثبات وعدم التراجع. كل هذه المفاهيم كان يحملها في عقله وفي قلبه، وانطلق القاسم دون خوف أبدا، خرج إلى عمه الحسين عليه السلام. يقولون القاسم وحيد لأمه رملة، خرج قال يا عم ائذن لي بالقتال. كتب المقاتل تقول الحسين مرتين أرفع نظره إلى الأرض، ماذا يجيب؟ مرة عندما خرج ولده علي الأكبر وأراد أن يخرج، ومرة عند القاسم، فأرخى نظره إلى الأرض بأبي وأمي وعبد الله الحسين، ماذا يقول؟ يرى القاسم ينظر إليه يذكره بأخيه الحسن سلام الله عليه، يا ابن أخي أنت البقية الباقية من أخي الحسن، يقول يا عم أريد الخروج، ألح على عمي، قال له بني ادخل إلى الخيمة وودع أمك رملة مايا. سعد الله قلب هذه الأم التي تنظر إلى ولدها تلك النظرات الأخيرة، والتي بعدها لم ترى ولدها وحيدها عزيزها، ودع أمه ثم ودع عمته زينب وخرج نحو الميدان، جعل يقاتلهم ولا يعبأ بكثرتهم. وبينما هو يقاتل إذ انقطع شسع نعله، انحنى عليه أن يصلحها، فعاجله أحدهم بالسيف وضربه على أم راسه، وإذا بنداء قاسم عم يا حسين أدركني. أسرع الحسين نحو مصرع القاسم، وصل إليه قتل قاتله، وصل إلى القاسم رآه يفعص بيديه ورجليه،
انحنى الحسين على ابن اخيه القاسم، قال له يا ابن اخي يعز والله على عمك ان تدعوه فلا يجيبك، او يجيبك فلا يعينك، او يعينك فلا يغني عنك شيئا. الحسين جلس ينظر ينظر الى القاسم يتحسر. الآن قبل دقائق كان كالشمعة يقف أمامي شاب كالوردة المتفتحة، والآن أراه صريعا أمامي. وعجبه لقلبك أبا عبد الله. قبل لحظات كان قد فقد عزيزه علي الأكبر. من شاف على الحالة، والله اش حال حسين من شاف على الحالة، والله طاح عليه ويشم الجاسية وانشغل باله، جذب حسره جذب حسره والله هولا عندي مخيم شاله. وعمتي زينب وعمتي تلقت رجع به الحسين إلى المخيم وضعه بين الشهداء. جاءت عمته زينب صاحت وقاسما أيوة ابن أخاها والله تقل يا عم لا تون ونتك تفت الروح، والله يا عم لا تون يا عم ونتك تفت الروح، خلي عد الدموع على الخدود تفوح، والله اسم الله عليك اسم الله عليك يا عم وعلى الثرى مطروح. هذا امك يا عقل تجذب الونا. سعد اللهم اغرمنا. جاءت صاحت وقاسما ايوا ولداها، تريد زينب تكون معها، تقلها قوم يا زينب ساعدني عالرزية، والله قوم يا زينب ساعدني عالرزية. لماذا؟ والله جاسم هو من المر فوق الأطية. الأم لما ترى ولدها ساعد الله لتفقد ابنها واقعا شيء عجيب، قلب الأم يتفطر، قلب الأم يتحطم، تنظر إلى ولدها القاسم ماذا تخاطب ولدها؟ تقول لك عد يا مدردك ذخر عن جار الأيام، تقول لك عد يا مدردك ذخر عن جار الأيام، الأيام الأيام وليش قطعت بيا ونسيت أمك يا جزا، والله يا هيهات هيهات من غمضت عينك عيني تنام. كيف تنام عيد الأمة
فقدت وحيدها عزيزها. والله هياك هياك من لما ضط عينك عيني تنام تنام تنام. والله لا عود السهر غصبا علي تقل انا ما عيش. والله ما عيش بعدك لا وحد راسك وعينك وعينك. تفقد الحياة معناها بالنسبة للأم سعد الله الأم اللي تفقد عزيزها. تقل له ما عيش يا جاسم يا ابني يا ابني أنا ما عيش بعدك لا وحد راسك وعينك وعينك. أنا شلون أعيش ومهجتي فتت فرقانك وشلون وشلون يا ولادي بنهاري وليلي أسلاك أسلاك وصواب راسك بالقلب وناره سغية. اسمع الشاعر ماذا يقول على لسان رملة. يقول كل أم تفقد ولد عندها ولد آخر عندها بنت أخرى لكن أنا فقدت وحيدي القاسم. والله كلفة أجد من الحرم هاي الأمر ليش أمر لو عندها طفل لو طفل واحد يسر. والله بس أمك يا جاسم أنا بس أمك فقدت وحيدها بعمره بعمره أنا الوحيد الفاجدة بالغضرية أنا الوحيدة الفاجدة ولدها. يصعب على الأم فقد عزيزها. وأشوف عندك استعداد للونة وخليني أخرانك بالطور يخليك تول وياي إن شاء الله. تقول لي يا نور عيني فرقتك قدمت حالي بعد 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 يا نور عيني فرقتك قدمت حالي. اقعد وقوم من البجاية وحزن الدليل حتى العدو اسمع حتى العدو حل وبجاية يا ابن العويل حتى العدو حل وبجاية يا ابن العويل. وظليت بعدك والهايا يا ابني يا جسايم. أما الحسين عليه السلام جاء بالقاسم مدده جانب علي الأكبر ينظر ترى إلى ولدي علي ويقول أيوة ولدا ثم ينظر إلى القاسم ويصيح ولا أخر. الشبان وضعه بين الشباب ماذا يقول لسان حال الحسين. والله يا شبان يا شبان بالله لا تويل نور والله يا شبان يا شبان بالله قلبي تقطعون. والله بونين
سيد الأنبياء وفاطمة سيدة النساء وعلي سيد الأوصياء والحسن سيد النجباء والحسين سيد الشهداء. فرج عنا يا الله، فرج عنا وعن كل مؤمن ومؤمنة فرجا عاجلا قريبا كلمح بالبصر يوم أقرب من ذلك يا الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان. اللهم اشف كل مريض لا سيما مرضانا الحاضرين والمرضى المنظورين. رد كل غريب، فك كل أسير، أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. إلهي بحق القاسم احفظ شبابنا وبناتنا من كل سوء ومن كل شر ومن الفساد ومن الضلال. إلهي آمين. اللهم اخواني الحاضرين اخواتي الحاضرات، اللهم احفظهم فردا فردا، اقض حوائجهم، يسر امورهم، وفقهم لمراضيك. من اوصانا بالدعاء اللهم اقض حاجته، يسر امورهم، وفقهم لمرضاتك. علماءنا العاملين الربانيين اللهم احفظهم بحفظك، ايدهم بتاييدك، سددهم بتسديدك. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا عزيزا، وافتح لهم فتحا يسيرا، واجعل لهم من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلاً برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أرواح شهداء الإسلام وإلى روح كل من مات على الإيمان وإلى أموات الحاضرين جميعا نهدي ثواب ما قرأناه مع ثواب السورة المباركة الفاتحة تسبقها الصلوات.